النادي الاهلي بيحقق مكسب مهم جدا على اسوان بثلاثيه نظيفه قبل لقاء القمه الهام يوم السبت الجاي. النادي الاهلي حقق 3 نقط، ولكن مع المكاسب اللي حققها برضو في خسائر تعرض ليها باصابه قويه واضح جدا لمحمود متولي مساك الفريق، اكيد بنسبه كبيره مش هيقدر يلعب مباراه الزمالك، ونتمنى طبعا الشفاء للاصابه اللي احنا شفناها في التلفزيون كانت قويه، وبرده في اصابه احمد الشيخ اللي ربما لسه هنحتاج نشوف التقرير الطبي عشان نعرف امكانيه لحقه بماتش الزمالك، لكن اكيد بنتمنى الشفاء العاجل لمحمود متولي واحمد الشيخ بعد اصابتهم النهارده. النادي الاهلي اكيد في مباراه النهارده تعرض لمواقف صعبه، الاصابات كانت كتيره، وبالتالي ريني فاير اجبر على تغيير مراكز بعض اللاعبين للدرجه اللي شفنا فيها اليو ديانج بيلعب لعدد دقائق من بعد ما نزل بدل احمد الشيخ كجناح ايمن لغايه الشوط الثاني لما بدا محمد هاني ينزل وياخد منه المنطقه دي. النادي الاهلي واجه فريق مش سهل، نادي اسوان بقياده الكابتن احمد كشري قدموا مباراه مقبوله جدا وجيده في ظل طبعا فرق الشاسع للامكانيات سواء الفنيه او البدنيه او حتى البشريه، والفريق لحد ما كان نتاج. تعالوا سريعا انا عايز بس في الاول كده نشرح على البورد ايه اللي حصل في المباراه قبل ما اكلمكم على الحاجه المهمه بالنسبه لي واعتقد اجابه لسؤال كتير من محبي النادي الاهلي. المباراه دي هنعمل فيها مقارنه ما بين الثلاثة رؤوس حربة في النادي الاهلي، مروان محسن اللي ما لعبش، واجاييه اللي بدا المباراه كراس حربة، و بادجي اللي نزل في الشوط الثاني. سريعا كابتن احمد كشري حاول ان هو يلعب زون ديفنس ويقفل عمق الملعب والاطراف قدام النادي الاهلي، وساب بس ابرز لاعب في نادي اسوان النهارده مصطفى البدري اللي كان واخد الشق الهجومي لوحده، وحاول ان هو يلعبه ورا الباك اليمين. هو طبعا كان منتظر محمد هاني هو اللي يلعب، وبيعرف محمد هاني بيتقدم كتير، هو حطه هنا عشان يلعب ورا الباك اليمين اللي هو النهارده فوجي ان هو احمد فتحي، برضه احمد فتحي كان بيتقدم كتير ومصطفى البدري كان بيلعب وراه، وطبعا فرق السن وفرق السرعات مصطفى البدري تفوق تماما على احمد فتحي في الشوط الاول، وقدر حتى في كذا كوره يروح انفراد على محمد الشناوي، منها الانفراد شفناه بس هو الفينش بتاعه ما كانش كويس. فدي كانت طريقه الكابتن احمد كشري، موقف اللعيبه كلها كله في نص ملعبه، ما فيش هجوم خالص غير من عند مصطفى البدري، ووراه الباك طالع عبد العزيز بيساعده في بعض الاحيان. ده الشكل الهجومي لنادي اسوان. على الناحيه الثانيه الاهلي بيلعب بطريقته المعتاده مع اختلاف شيء، شلنا مروان محسن وحطينا اجاييه، فلقينا اختلاف. ايه الاختلاف؟ تعالوا بقى نبدا نتكلم على المقارنه سريعه ما بين ثلاثه رؤوس حربه بتوع النادي الاهلي. فايلر حاطط 2 مساكين بيتقدموا عند خط النص في بتكلم على الشكل الهجومي، وطبعا علي معلول طاير من الشمال، واحمد فتحي طاير من اليمين، واجاييه بينزل بره منطقه الجزاء كتير جدا، وبيعمل شيفتنج مع مجدي قفشه في وقت كتير. كنا بنشوف مجدي قفشه بيتقدم وبيساعد جيرالدو اللي كان بيقطع كتير بسرعته، وشفناها في الكوره اللي كانت جيرالدو عايز يخترق ويرقص الجون وياخد بنالتي، بس الحكم ما حسبش. وجهه نظري طبعا هي مش بنالتي، لان جيرالدو فعلا ما كانش فيه اي تلامس من مصعب عوض له. ولكن نرجع للاساس، دور اجاييه مع الكوره بره منطقه الجزاء، دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها واللي جمهور الاهلي بيحاسب مروان محسن كتير. المساحه دي لما بتنزل تلعب مع زمايلك، مروان محسن لا يمتلك خفه الجسد، لا يمتلك السرعه في التحرك، ولا يمتلك كمان فتح المساحات كتير، ما بنشوفش دي. عشان كده مثلا كان النهارده في بوست منتشر جدا على السوشيال ميديا ان مروان محسن بقى طبعا ماتشات ما جابش ولا هدف، ده بالنسبه للاهداف. لكن ساعات المهاجم لو بيتحرك كتير ممكن يرضيك. فلافيو قعد سنه صحيح، المثل الاشهر اللي احنا بنقوله فلافيو قعد سنه ما جابش غير الجون واحد بخلفيه راسه في غزل المحله، فلافيو قعد سنه ما جابش جون والسنه اللي بعديها خد هداف الدوري. فلافيو قعد سنه ما جابش جوان غير جون واحد في غزل المحله، بس كان بيتحرك عمتا، كان بيتحرك اسامه حسني، كان عامل دور قوي جدا في هجوم الفريق، فالفريق كان بيجيب جوان كتيره. فاللي بيحبوا يحللوا الكوره شايف دور
فلافيو واهميته. فتاني ليه النهارده هجوم النادي الاهلي مختلف؟ عشان دول بيعملوا اجاييه. اجاييه كان كتير بيسرق دفاعات اسوان وبيفتح المساحه لمجدي قفشه، اللي كان النهارده لما تشوف الخريطه الحراريه على السيستم بتاع كوره ستاتس طبعا احد شركاء يلا كوره، نشوف ان مجدي قفشه هو اللي بيتقدم كتير عن اجاييه قدام. ليه؟ ده دور اجاييه، تسحب مش مهم انك تجيب الجون او تلف، دايما اجاييه بيستلم الكوره بظهره وبيحط وبيحجز ويبدا يهرب بيك وياخد الدفاع لبره ويسيب المساحه دي كلها لمجدي قفشه او لجيرالدو او لاحمد الشيخ طبعا اللي برده خرج مصاب في الشوط الاول. فده دور المهاجم لو مش هيهدف في دور تاني الشغل بتاعك خارج منطقه الجزاء. اروح للشوط التاني ولما نزل بادجي، وطبعا هنتكلم على منافس الى حد ما متواضع بجانب منافسين تانيين اقوياء اكيد لما نتكلم عن الزمالك، نادي بيراميدز، نادي الاتحاد، حتى انتاج الحربي، كل الفرق دي اكيد فنيا اقوى من اسوان. فبادجي لما نزل شفنا في حركه في استلام، وكان بادجي عنده ميزه حلوه قوي اللي يركز معاه هيلاقي ان بادجي لما بياخد في كوره عاليه بتجيله بيبقى معاه منافس. بادجي بيقدر يعمل حاجتين، لا بيقدر يحول لك الكوره براسه زي ما عملها لوليد سليمان، عمل كوره حلوه قوي قوي طلع ووجهها لوليد سليمان كان واخد المساحه اللي وراه، او بيطلع ياخد الكوره وينزلها قدامه ويبدا يلف بالمدافع، ودي بتعتمد على القوه الجسديه والمهاره. بادجي عنده شويه مهاره، يعني مش هقارنها باجاييه خالص، بس عنده شويه مهاره في الكوره بتخليه عنده القدره انه ينزل الكوره ويلف بيها. الميزه الثانيه عند بادجي اللي قدمها لنا النهارده في الهدف ان فعلا تسديدته قويه جدا جدا على المرمى ومركزه. الكوره تشوف الهدف الثالث النادي الاهلي اللي جابه بادجي في مرمى نادي اسوان، هتشوف فعلا الشوطه طالعه سريعه من رجله. الكرات دي ساعات بنشوفها مع مروان محسن وبيفشل تماما حتى في توجيهها ناحيه المرمى، او يعني ساعات بنشوف كتير قوي الكوره بتروح بشكل عرضي على المرمى. وبالتالي مباراه النهارده ورتنا اهميه دور راس الحرب او رقم 9 في النادي الاهلي، وازاي الى حد ما لو جينا رتبنا لعيبه النادي الاهلي اللي في المركز ده، اجاييه هيجي في المركز الاول في وجهه نظري، بادجي هيجي في المركز الثاني، مروان محسن هيجي في المركز الثالث. فبعض الاحيان وكتير فاينر بيحب يعتمد على مروان محسن من بدايه المباراه، ودي ليها رايين. في راي يقول لك انا ابدا بالاقل شويه واخليه يهمل ويكسر في المدافعين عشان ينزل احسن منه شويه في الشوط الثاني ويستغل الفارق البدني ان هو هينزل فريش وهينزل نشيط جدا، في حين ان المهاجم بتاع الاولاني هيسلمه المدافعين دول يعني متهلكين تماما. وفي وجهه نظر اخرى تقول لك لا انا ما اقدرش اعتمد على الاسلوب ده، ليه؟ الاسلوب فيه مغامره، انت هتضيع بوقت وما عندكش ضامن ان المهاجم بتاعك القوي او الكويس اللي انت قاعده جنبك على الدكه هينزل الشوط الثاني ويتوفق في النص ساعه او حتى ايفن ال 45 دقيقه اللي هيلعبهم. فهي وجهتين نظر، ربما يكون فايلر ما زال مؤمن ان مروان محسن هو المهاجم الاساسي بتاعه لغايه لما مثلا بادجي يديله اماره، واللي احنا شفناها النهارده بصراحه بادجي نزل في الوقت اللي لعب فيه قدام اسوان قدم افضل اداء ممكن له من ساعه ما جه للنادي الاهلي. وكمان الحته اللي بيعملها بشكل مميز قوي 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 التسديدات والالتحامات اللي احنا كنا بنتكلم اوريدي عليها على مروان محسن، مروان محسن برضه عنده حاجات ايجابيه وهي انه برضه من اللعيبه اللي بتستلم كويس بره منطقه الجزاء، لكن عنده بطء في لف. يعني لما جت قلنا مروان محسن لو احنا حسبناها بالستوب ووتش وجبنا مدافع ونزلنا الكره لمروان في الحته دي، ان مروان ينزلها ويبدا يلف باللعيب او يسلمها لزميل ويبدا يلف ويجري يخش جوه منطقه الجزاء، انا متاكد مليون في الميه انه هياخد وقت اطول بكتير من الوقت اللي هياخده بادجي لما يعمل نفس السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه. وهو ده الدور بتاع مهاجم رقم 9 في طريقه لعب بتعتمد على مهاجم واحد. لو بنتكلم على طريقه بتعتمد على اثنين زي 4 4 2 فلات، ممكن تحط بادجي مع مروان محسن، وهنا مش تحتاجهم ينزلوا بره المنطقه كتير، انت محتاجهم على طول داخل منطقه الجزاء. ليه؟ بتستغل طولهم، لان انت هتلعب تبدا تلعب كروسات كتير من على الاجنحه، انما ريدي فايلر
مستحيل يستغنى عن الجناحين بتوعه، وكمان قائمه النادي الاهلي ما تسمحلوش ده انه عنده لعيبه تقيله كاجنحه، فما يقدرش يغير طريقه اللعب غير في الشوط الثاني. وبالتالي في وجهه نظري اختبار مهم لرديفاي قبل مباراه نادي الزمالك ربما يكون ادانا اشاره ان اجاييه ربما يكون هو مهاجم النادي الاهلي الاساسي قدام نادي الزمالك يوم السبت، لان فعلا فارق الاداء شاسع ما بين اجاييه لما بيكون مهاجم رئيسي او اساسي وما بين لما تحط مروان وترمي اجاييه على الطرف. وكمان شفنا التفاهم ما بين اجاييه وقفشه افضل بكتير، افضل بكتير ما بين التفاهم ما بين مروان لقفشه، ودي برضو نقطه ربما يكون مروان مظلوم فيها. ليه؟ لان مروان بطيء، هيعمل ايه يعني؟ الراجل هو جسمه كده، الكتله العضليه في جسمه اتقل بكتير من الكتله العضليه عند اجاييه وعند بادجي، فبالتالي بتاخد من سرعته، كل ما تزود الكتله العضليه في جسمك كل ما احنا بناخد من السرعه، فده بيأثر على التفاهم. ليه؟ عقبال انت ما بتبدا تاخد قرار، انا يعني مثلا بعمل 1 2 مع مروان، واما لسه مروان هيديني ال 2 ابقى انا بسرعتي خدت مساحه، فاكيد حاجه من اثنين، لا الكوره هتتقطع مني لا انا هقع في التسلل. ده ما بنشوفوش النهارده. وكمان اجاييه بينزل كتير خلال منطقه الجزاء وما بيتعبش، ما عندوش ادنى مشكله في النقطة دي، في حين مروان لما بيحل عليه التعب بتلاقي انه ما بيقدرش يحافظ على الكورة، بيعمل ميس باس او بيشوط شوطة، شوط التعب يعني الجملة الشهيرة عند المعلقين المصريين دي، شوطة شوط التعب، المهاجم تعبان على كده بيتخلص من الكورة. وبالتالي انا بشوف ان على ريني فاير انه يفكر كويس، وربما يكون ادينا النهارده تجربة زي ما قلت بروفا، ان اجاييه هيكون هو المهاجم الرئيسي قدام نادي الزمالك. ده كان تحليل سريع دي اللي شفناه النهارده في مباراه النادي الاهلي ونادي اسوان. مبروك للنادي الاهلي، ومره اخرى اتمنى الشفاء العاجل لكل من محمود متولي واحمد الشيخ. طبعا الاصابات كان واضح انها قويه، واكيد ان شاء الله باذن الله هنستمتع بمباراه قويه يوم السبت ما بين الاهلي والزمالك. شكرا جزيلا ليكم، كريم سعيد.